لكل من تضامن مع قضية الطفولة، وخصوصا الفتيات القاصرات الذين يعانون من أبشع جريمة في تاريخ الطفولة. وجه شكري للجاليات اليمنيات والمغتربين اليمنيين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين الذين في داخل اليمن وخارجه. أيضا أكرر شكري للشعوب العربية والخليجية، وخصوصا الشعب السعودي العريق الذي جمعنا به قضية واحدة وآلام وأحزان واحدة، وأيضا عادات وتقاليد ونمط حياة واحدة. شكرا للجميع على وقوفكم معي من أجل قضية الطفل وخصوصا الفتيات في العالم. ألم الأطفال وجروحهم يجب أن توصل إلى العالم لنجد وسيلة في مساعدتهم وإنقاذهم بالتوعية وتفعيل القانون وترسيخ قيم الإنسانية في قلوب المعنيين بقضيتهم. ثانيا، يجب أن نحاول في تنمية وتثقيف طفل اليوم ليكون لدينا غدا وطنا بشباب واعي ومثقف يعشق السلام، يحافظ على بلاده من العابثين. أيضا تعميق روح المحبة على التعايش والمودة بين الأجيال وفتح آفاق جديدة لإبراز صورة اليمن الحضارية للعالم.